السلام عليكم ورحمة الله، أعضاء الرواد الكرام. النهاردة بقى هنعمل فيديو رابط الإحالة، عن رابط الإحالة اللي هي اسمها صفحة الهبوط أو بالإنجليزي لاندنج بيج. طبعا إحنا فاتحين حساب قدامنا أهو، ممكن نحول اللغة للعربي. طب الروبوت ده متوقف لأن هو ده أصلا حساب عندي استثمار، فأنا مش يعني مش مهتم إن أنا أشحنه، لأن أصلا شحنه قبل كده ب 100 دولار أو 101 أو زي ما أنتم شايفين، وجايب لي استرداد نقدي حتى الآن 221، اللي طلعوا لي حتى الآن في الكاش باك 40 لأني سددت ال 50، تمام، وفاضل لي 131 قيد الانتظار. إن شاء الله لما يطلعوا لي فوق هنا أسحب طبعا 100 والباقي أبدأ أشحن بيه تاني. فطبعا عشان الحساب ده مش مرتبط بنتورك فأنا سايب المتوقف عادي، لكن لو مرتبط بنتورك انتبه إنه ما يقفش مني. يلا نشوف بقى موضوعنا النهارده، وهو إزاي ننشئ صفحة هبوط أو رابط لحالة عشان نستقطب بيها الأعضاء. هنروح على التسويق الخاص بيه، نضغط عليها. عندك هنا قم بإنشاء صفحة، أساسي أو شخصي، هنختار أساسي. طيب أي حاجة مربع فاضي كده اعمل عليه صح، تمام كده. مساعدك الشخصي اللي هو إيه، هيعرض لك نص مختصر للتفاصيل والتسلل ترغب في تقديمها، ماشي. ال5% دي عشان يسجل من الرابط بتاعك، يجي لك أنت 5% مقابل الدعوة، وطبعا بتنزل لك على طول هنا في الإيه، في الكاش باك النقدي على طول، مش هتنزل لك في قيد الانتظار ولا هتنزل لك في الرصيد، لا ده هتنزل لك مباشرة هنا في الاسترداد النقدي اذا حد سجل من الرابط بتاعك، بس تكون مفعل دي برنامج الانتساب 5%. خد الهدية اوكي، معرض الفيديو اوكي، عرض الفيديو الخاص بيه، وده انا ارشح انك انت تكون مثلا عامل فيديو على اليوتيوب عن طريقة التسجيل الصحيحة عشان تريح اللي يجي يسجل، ريحك من انك انت ما تقعدش تشرح له. فانا عن نفسي مثلا عامل ده على قناتي على اليوتيوب، لو عايزين تاخدوا الرابط موجود في الوصف، تمام. فانا بحط له الرابط هنا، بقول له ايه، هيظهر له طبعا بعد كده ان في فيديو كده في طريقه ايه التسجيل الصحيحه. طبعا بدخل بياناتي كامله كلها، وانتبهوا في خانه الاسم، ما تحاول ما تسيبش مسافه لا قبل ولا بعد الاسم، اوكي. ادي الاسم الثاني برضو، انتبه ما يكونش في مسافه لا قبل ولا بعد. بالنسبه للصوره، في صوره جاهزه كده يعني انصحكم انكم تحطوها، وهي الصورة اللي فيها الإشارة إلى الرمز اللي هيسجل منه، اللي هي علامة الشبكة دي، لأن في ناس بتسجل من الجي، وده وضحناه في طريقة التسجيل. لو سجلت من الجي غلط هيبقى كده حسابك استثمار بس، ومش هتقدر تكون تحت منه نتورك أو فريق. فانتبه إن اللي يسجل لازم يضغط على العلامة الزرقاء دي، فأقول له كده هيوصل أوكي. نزلت الصورة أهي، شكرا. أكتب بقى بياناتي أنا، أحط له إيميلي، تمام، رقم الهاتف، اوكي، ممكن اكرره بعد كده، مكان الواتس ومكان الفايبر ومكان التليجرام ومكان السكايب، وطبعا اي كلمتين كده عني اقول له ايه، مرحبا بك في عالم الروبوت والثراء، فضلا اتبع التعليمات كما بالفيديو لمعرفة طريقة التسجيل الصحيحة. بس عايز تكتب أي كلمتين براحتك، بس أنا أفضل إنك أنت توضح له دي في الكلام هنا عشان خاطر يعرف إن في فيديو لازم يشوفه كويس عشان يتبع التعليمات الصحيحة في التسجيل، عشان ما يغلطش زي معظم الناس اللي بتسجل من أكونت جي. نضغط حفظ، وكده بيكون اتكون عندي صفحة الهبوط. أنسخ الرابط، هو ده بقى يا جماعه، لو ضغطت هنا انسخ الرابط، شوف بيقول لك ايه، كليب كوبي تو كليب بورد، يبقى كده الرابط ده انت كده عملت له نسخ مجرد ما ضغطت هنا. روح بقى حطه على الواتس، حطه على الفيسبوك، حطه على الانستجرام، حطه على تويتر، حطه على لينكد ان، هو ده الرابط الخاص بيك اللي اي حد لو سجل منه انت هتستفاد، تمام. طب حابب اعدل، اضغط على علامه القلم دي، اضغط على علامه القلم، وحبيت اعدل في اي حاجه عندي، لو حبيت اعدل في اي حاجه عندي كله تمام، خلاص ارجع عوده، مش حابب اعدل، حابب احذفه يبقى من هنا. حابب تنشئ هبوط تاني، انشئ هبوط تاني، ما عندكش مشكله. يبقى انت كده عندك صفحه الهبوط، ضغطت على نسخ الرابط. ممكن نجربه مثلا هنا، تعال نشوف هنا، نجربه كده، ادي الرابط اهو فتحته. اي حد بقى هيفتح الرابط ده هيلاقي اسمي، بقول له انا وليد، مرحبا بك في عالم روبوت والثراء، فضلا اتبع التعليمات كما في الفيديو لمعرفه طريقه التسجيل الصحيحه، وانا شاورت له هنا اهو، تسجل من هنا، وادي الفيديو اللي انا بعته له الرابط بتاعه. هيشغله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعضاء فريق الرواد. طبعا عشان اقدم لكم بس كده، دي طريقة التسجيل، تمام. هيشوف الرابط ده او هيشوف الفيديو ده،
هيعمل زيه بالظبط ويسجل زيه بالظبط، وانت برضه حابب تكون مع الشخص ده وانت بتدعيه ماشي، مش حابب خلاص الفيديو هيوضح له كل حاجه. اهم شيء نسجل من هنا يا شباب، اللي هيسجل من الرابط بتاعك يسجل من الايقونه دي تمام. وادي بقيه بيانات طبعا اللي كنت كتبتها قدامكم اثناء الايه التسجيل او اثناء انشاء صفحه الهبوط. ارجع تاني انا صفحتي اهو، ادي الصفحه بتاعتي زي ما اتفقنا خلاص كده. انا هنا لما افتح الحساب بتاعي هروح على حاجه اسمها التسويق الخاص بي، ادي انسخ الرابط، هو ده صفحه الهبوط تبعي اللي توزعها على الاعضاء اللي انت عاوزهم يسجلوا من تحت. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون سريع، ما بحبش الاطاله بصراحه. شكرا لكم، بالتوفيق للجميع ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.